بلغ أناس فقد صديق أو قريب أو محب، فماذا يعملون فيما يتعلق بصلاة الغائب أو بالصلاة على الغائب؟ نعم، الصحيح أن صلاة الغائب أو الصلاة على الغائب لا تشرع إلا في حق من له مقام في الإسلام، كالمجاهدين في سبيل الله والقادة المجاهدين في سبيل الله وولاة الأمور الذين لهم دور في الإسلام والعلماء. فمن له قدم في الإسلام فإن من كان بعيدا عن البلد الذي مات فيه يصلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة لما مات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بذلك عن طريق الوحي فصلى عليه، خرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب، لأن النجاشي رحمه الله له مقام في الإسلام، وكذلك كل من له مقام في الإسلام صلى عليه صلاة الغائب لمن كان بعيدا عنه. أما من كان في البلد الذي مات فيه فإنه يصلي على جنازته إن أدركه قبل الدفن، وإن دفن قبل أن يدركه فإنه يصلي على قبره كما سبق.